Thank you very much. Indeed, we are in Dubai. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. نحن اليوم في دبي ونحن نشارك في فعاليات منتدى المرأة العالمي، ونحن نشارك بالدرجة الأساسية من أجل التعلم من تجارب الدول وفيما يتعلق بتمكين المرأة، وإنما أيضا لكي نشاركهم تجاربنا كدولة. أما فيما يتعلق بتمكين المرأة في جنوب إفريقيا، فلقد رأينا في دستورنا عملنا على تحقيق السيادة الأساسية، ولدينا شرعة الحقوق والتي تنص في إحدى بنود على أن الجميع يتمتع بالحق في المساواة والحق في الاندماج، وهذا يتضمن المرأة ويتضمن الأشخاص ذوي الإعاقة ويتضمن أيضا الشباب. وانطلاقا من الدستور وما ينص عليه، لقد قمنا بسن عدد من التشريعات، وهذه الأخيرة سوف تتضمن القضايا المتعلقة بقانون التمكين الاقتصادي والقانون الذي ينظر فيه الرئيس هذا العام، والذي هو متعلق بقانون الشراء العام والذي يحرص على أن المرأة وفي كل فعالية من المشتريات هي تستطيع أن تتنافس فيما بينها وأن تحصل على نسبة 40% من أي من المشتريات. هذا الأمر الذي يعطيها حقا في الشراء العام. أما نسبة 60% الباقية فهي تسمح للمرأة بالمشاركة والتنافس مع الجميع في جنوب إفريقيا، أكنت رجلا أو امرأة. وأن نسبة 40% هي كوتا مخصصة للمرأة وللشركات التي تملكها المرأة، ونحن نؤمن بأن هذا الأمر من شأنه أن يحقق المساواة والمساواة الاقتصادية للنساء في جنوب إفريقيا. المرأة التي عانت لسنوات طويلة من الحرمان والتمييز، وذلك على خلفية الأجندات والعرق والطبقة، وبالتالي هذا الأمر طبعا هو مرتبط بطريقة التعلم من تجارب دول أخرى. نعم سيدة تشيكونجا، على ذكر القوانين التي جئت على ذكرها، هل هي اليوم ملزمة أم اختيارية بالنسبة للشركات وخاصة القطاع الخاص في تخصيص نسبة خاصة لتوظيف مثلا المرأة والسيدات؟ وماذا كذلك عن القطاعات الحكومية بلغة الأرقام، ما هو دور المرأة من خلالها؟ إذن في جنوب إفريقيا تشارك المرأة في القطاع العام بطبيعة الحال، ونحن نرمي إلى تحقيق مساواة بنسبة 50% في قطاع الخدمات العامة. وفي القطاع العام في البرلمان لدينا نسبة 43% من النساء المشاركات في البرلمان، وحتى أيضا في السلطة التنفيذية حيث نسبة مشاركة المرأة تصل إلى 40%. نحن نصب أيضا إلى تحقيق مشاركة للمرأة بشكل فاعل، وذلك في المناصب التنفيذية وحتى في رئاسة الشركات في القطاع الخاص. ونحن نود أن نحرص بأنه بالنسبة إلى الشركات ذات الملكية الخاصة أن تمثل المرأة نسبة 50% إلى جانب الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. ولقد قمنا مؤخرا بسن قانون ووضع إطار عمل ينص على أنه في كل مجلس إدارة لابد من وجود نسبة 1% مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع ومن أجل تعميم هذه القضية. نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق المساواة، ولكننا لسنا مشاركين ولسنا نتعلم من تجارب أخرى بالنسبة إلى ما يقومون به. لقد قمنا بسن عدد من التشريعات والسياسات التي نعمل على وضعها، وذلك من أجل إشراك المرأة. نحن طبعا نعمل بالنسبة للنساء ذوي الإعاقة، ونعمل بأنه في المضي قدما يمكننا طبعا أن نحقق مشاركة المرأة، بالإضافة إلى الحرص على أن تكون المرأة ذات الإعاقة قادرة على المشاركة. طبعا نحن هنا موجودون ونتطلع إلى هذا الموضوع. بالنسبة إلى القطاع الخاص، فإن هذا الأخير هو يشارك بشكل أساسي، ولدينا طبعا المجتمع المدني الموجود، وذلك من أجل الحرص على إقناع الجميع في سبيل ضمان أن يعمل الجميع على تنفيذ الاعتبارات ذات الصلة. إن جنوب إفريقيا يجب أيضا أن تكون ممثلة، وعندما نتحدث
تبحث عنها أن تكون الدولة تتحدث باسم الجميع وبالتالي أن يتم تطبيق القوانين. عندما نتحدث عن اجتثاث الفقر، عندما نتحدث عن قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، علينا طبعا أن نركز على هذا الموضوع، ولكننا الآن نود أن نحرص على أن نتعلم بالنسبة إلى قضية أو بالنسبة إلى قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكيف يمكننا أيضا أن نعمل من أجل تطبيق هذه الاعتبارات. أظن بأن الأساس هو أن تكون وبالتالي أن تتولى رئاسة إذن مجموعة الـ20، ولقد تمكننا أيضا من تحديد الأولويات كدولة، ولكن أيضا نحن أيضا قادرون على تحديد أولوياتنا كوزارة سوف تكون مسؤولة عن تمكين المرأة، وذلك على المستوى الوزاري. نحن أيضا نشجع على اقتراح القوانين، ولقد قمنا بإنشاء مجموعة عمل على المستوى الوزاري، وذلك من أجل الحديث عن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لأننا نؤمن بأن الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة هو أمر أساسي، ولكن هذا الأمر هو مرتبط بتطوير هذه القدرات وإشراك هذه الفئة، وكلنا أمل في أن نتمكن من تطبيق هذه القرارات على المستوى الوزاري، ولكن إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك فإننا سوف نحرص على أن تكون قضايا إدماج المرأة ذات الإعاقة تكون مشمولة في القرار الذي سوف يتم اعتماده، بحيث تكون الرئاسة المقبلة لمجموعة الـ20 قادرة على السير قدما بهذا الموضوع. وفيما يتعلق بتحديد أولوياتنا فإن الرئيس قام بتحديد قضايا إذن التصنيع والنمو الاقتصادي والاستخدام والمساواة على أنها الأولوية الأساسية، ولكننا أيضا نتحدث عن الأمن الغذائي بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والابتكار، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهذه الأولويات سوف تكون مدفوعة منا جميعا، وبالتالي يجب أن نكون جميعا قادرين على تحقيق هذه الأولويات التي وضعتها الدولة. وكمجموعة عمل لقد تمكننا أيضا من تحديد 3 من الأولويات، وهي مرتبطة باقتصاد الرعاية وبالنسبة إلى العمل غير المأجور للمرأة، ولقد قمنا أيضا بتحديد الأولوية الثانية وهي الترويج للإدماج المالي، والذي سوف يكون مرتبطا بتحديد القضايا المتعلقة بملكية الأرض وفيما يتعلق أيضا بملكية العقارات وحقوق الملكية. أما الثالث فهو متعلق أيضا بطريقة القوالب النمطية التي تتضمن مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكلنا على ثقة من أن هذا الموضوع سوف يكون مرتبطا بالأولويات التي تم وضعها على المستوى القطري، ولكننا أيضا مرتبط بشكل أساسي بالنسبة إلى رغبتنا في إنشاء مجموعة عمل متعلقة بهذا الموضوع، وهذا الأمر أساسي إلى تمكين المرأة، وهذا الأمر مرتبط بتمكين الشباب وبتوفير إذن هذه المسؤولية للجميع. شكرا جزيلا الشكر لك السيدة سينديسوي تشيكونجا، وأنت وزيرة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في جنوب إفريقيا، ونتمنى لكم التوفيق دائماً.